طب انا عايز تحققي حلمي وترسمي لي حاجه على شرابي، يعني انا برضو حلمي ان انا اشوف ده بيحصل ازاي. اوكي طب ترسمي لنا حاجه، انا شايف في شراب فاضي اهو نرسم عليه. ماشي اوكي. هترسمي لنا ايه؟ انا هرسم صبار. صبار ماشي ماشي اوكي. ماشي نبدا. انت ايه؟ انا عايزك تشرحي لي وانت بترسمي يعني بيحصل ايه؟ تاخدي الشراب، بتاخدي اللون اللي هو على حسب الرسمه. في شرابات في شرابات انا ببدا ارسم الرسمه عموما بقلم رصاص او بقلم عادي يعني. تمام. وبعد كده ببدا فبتاخد كذا طبقه. تمام. دي حاجات كده. وفي حاجات بتبقى اسرع يعني برسمها على طول من غير ان هي ما تاخد رصاص. وانت مثلا اختيارتي الصبار للون الشراب انه اصفر، فالميكس مع الاخضر هيبقى حلو. لون الشراب الاصفر، وكمان عشان يكون رسمة اسرع الناس تقدر تشوفها وتعرف ان ازاي برسم بالطريقة دي. انت هتغيري الالوان انت هتعملي صبار بكذا لون. بتختاريهم يا امنيه يبقوا ايه على طرف الشراب عشان يبقوا باينين مثلا في اللبس؟ يعني انا شايف شرابات هنا فيها رسومات في كل الشراب، وفي رسومات بتبقى فوق بس او رسومات تحت بس. بيبقى حسب على حسب بيبقى على حسب الرسمة. في شرابات بتبقى طويله بتبين من الكوتشي كده، وحسب برضو العميل هو بيطلب ايه، حابب مثلا الكوتشي يكون بس الشراب يكون جوه الكوتشي ولا يكون باين من الكوتشي. ده اللي انت هتحطيه ده ايه؟ ده اسود. اسود. الشرابات اعتقد كلها قطن اللي انا شايفها امنيه، يعني النوعيه اللي بترسمي عليها كلها قطن صح؟ ما ينفعش غير القطن. هو عموما الالوان القماش ما تثبتش غير على القطن. والالوان دي بقى بتجيبيها منين او تكلفتها ايه؟ هو انا الاول طبعا هو في مكاتب كتير وفي انواع كتير. انا عايز تكملي بس عشان يعني وانا بتكلم انا عايز ادردش معاك وانت بتلوني. عايزه منديل. بيبقى في الوان كتير على حسب، يعني انا بدات اصلا الموضوع بمصروفي تقريبا. الناس بتفكر ان الموضوع صعب وازاي اجيب الالوان الغاليه دي وكده. برافو عليك. بس انا بدات في مصروفي كان تقريبا 20 جنيه من بابا يعني. وبدات ان انا احوشه واقدر ان انا اجيب الالوان دي. جربت كذا نوع طبعا، بس الفكره ان في لحد ما وصلت لاحسنهم. جبت احسن نوع عشان يعني بحس ان الموضوع ده امانه. طبعا لازم لما ابيع حاجه لما تحول منتج وبتبيعيه لازم يكون في فعلا امانه زي ما انت قلت، زي ما الناس بتثق فيا وزي ما انا بحب اشتري حاجه من مكان اونلاين او كده تيجي لي كويسه. فبحط نفسي مكان العميل يعني. طب الموضوع ما يتحول معاكي تجاري شويه، ممكن هتجيبي ناس تساعدك معاكي ولا انت كله وانت برضه اللي هتعمليه؟ هو انا حلم حياتي ان انا يبقى عندي جاليري ويبقى في ورشه وفي ناس تساعدني وكل حاجه يعني. هتعلميهم ده؟ طبعا. انا بالفعل لما حد كل ما تزودي من بيع المنتجات اعتقد هي معاكي فلوس اكتر او راس مال اكتر وتعملي ده، وممكن تتجهي مثلا لجهز مشروعات صغيره متناهيه الصغر، ممكن تاخدي كارد مثلا انك تعملي الجاليري اللي انت عايزاه وتقدري تكبري ده. ما فكرتيش في ده لسه؟ فكرت بس بحس ان انا لسه بدري على الموضوع ده. يعني بحس ان لسه شويه عايزه ابقى يعني ابقى اقوى في المجال ده اكتر. لان دلوقتي كمان لان دلوقتي كمان في ناس كتير بتدخل في المجال، يعني انا تقريبا اول حد رسم على الشرابات في مصر عموما. فدلوقتي في ناس كتير قوي بتعمل ده. بس هي شراباتي معروفه عشان انا بتقنها يعني. بس برضو لسه عايزه شويه ان انا لما اعمل حاجه زي دي ويكون في ناس تحت ايدي وكل حاجه اكون فعلا قد شراباتك معروفه من زي ما بتقولي من اتقانك للشراب ولا من نوعيه رسوماتك مثلا فالناس عارفه لا دي رسومات امنيه؟ هو من الاتقان يعني. ما فكرتيش ليه تحطي يعني تعملي براند ليك او اسم لنفسك، يعني مثلا تكتبي امنيه على الشراب، يعني يبقى دي حاجه دي خاصه بيك انت؟ هو انا لسه ما عملتش الفيديو والحاجات دي. بس يعني ناويه اعملها ان شاء الله قريب. هتعملي ده؟ ان شاء الله. طب هل انت بتعرضي ده صور بس على على السوشيال ميديا عندك، ولا عملتي بقى فيديوهات مثلا على اليوتيوب، عملتي قناه ليكي؟ لا يعني بتسوقي ازاي؟ هو على الاكونت بتاعي بنزل الصور بس. وتلاقي بقى الطلبات من الناس بتجي. بالظبط بيجي طلبات كتير ما شاء الله. واضح. الحمد لله. في نحت جامد ما شاء الله. تمام كملت رسمه؟ هايل. طبعا هي الحاجات بتاخد طبقات غير دي،
مش بتبقى طبقه واحده. يعني دي كده طبقه بس عشان سريع عشان طبعا. لكن هو بياخد كذا طبقه عشان يبقى نفس الافكت ده. وطبعا بيبقى فيه تحديد وحاجات كتير غير كده.